السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحبوا الصحاب نتمنى تكونوا احسن احوال شهر العالم في الفيديو. انت هي اللي قلت لكم داخل الوطن وخارج الوطن، كما كتشوفوا معنا اليوم معنا خارج الوطن شخصيا جعلتنا خارج الوطن كما كتشوفوا. كاين اختي لطيفه مرتبه ديال اختي تاهي تبارك الله عليها، وتحيه للناس العائله يوسفي كامله فيما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه كبيره كبيره بزاف. وكاين اختي كما كتشوفوا اختي الكبيره سلوى، كلمه ما نهضرش بزاف كما كتشوفوا اليوم حنا معروضه من اختي لطيفه. وهذا الصباح هذا كما كتشوفوا احنا بدنا عندنا البارح بالليل، وهذا الصباح حنا بداتنا والو تنشكروا ان شاء الله واحد القهوه وحده انا في بيت الكنس. ونخلي الكلمه اليوم بزاف هضرت بزاف، نخلي الكلمه لطيفه وسلوى. السلام عليكم كيفاش المشاهدين لاباس عليكم؟ انا كنسلم على قناه الدرجه تي في، وكنسلم على لا فامي يوسفي كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، وكنسلم على لا فامي المرانيده هما كاملين، عبوستي وريزاتي ولويسي وكاملين ولادهم وكلشي. وحنا دابا جينا فاكونس، انا دابا جيت بزاف جيت اون سيمين، مي فرانشومون دوزنا دو توب الحمد لله. بلادنا ما كاينش بحال بلادنا، والله يسر مما كنا. وشكرا، نخلي الكلمه لسلوى. السلام عليكم، انا خديجه. ايوا شاطين بكم اليوم، حنا مجموعين مع العائله ودا اللي ما جيناش، جيت انا ولوستي. ايوا حنا عندنا البارح ايوا الصباح قالت لنا وافا نصور معكم الفيديو، ايوا قلنا نصور ماشي مشكل، ماشي عيب، ماشي عيب. كنسلم على جميع العائله ديالي فيما كانت، ماما عائلة ديال ماما كنسلم عليهم داخل وخارج الوطن، وكنسلم على عائلة يوسفي في المكان، وعلى شيخي وعروستي وعلى جميع العائلة ديالي في ماما ويكونوا. ايوا هادشي اللي كاين. وكما كتشوف دابا مرة شمال اختي من الكاميرا كما كتشوف، راني انا ما عندناش لابيتين معاك، ما عندناش لابيتين. شوفي الناس اللي عندهم لابيتين تعرفي اختي مولفه، اختي مولفه، انا مولفه كما كتشوف مع الكاميرا. نولف نولف صراحه راسنا النهار الاول كاين كواليس ما كيبانوش. خاص كواليس هلا في الطبقه هذه، كاينه العائله كامله مجموعه هنايا. حشمان ما بغاوش يبانو كدير هادي شنو ندور الكاميرا دور هاد غير غير. كما كتشوف راه ما كاينش دابا معايا ايوب، راه اسامه خليته مع ايوب، انا دابا راني خوتها اللي بوحدي انا سيري باطير. اسامه راه بقى مع ايوب جلس معاه، قال لي غير سالي مع اختك هكا جلسي شويه ارتاحي شويه. وراكم عارفين راك مع اختك اسامه كتلقى بلاصتو، كتلقى بلاصت ايوب، كتلقى بلاصت العائله كامله صراحه. الله والله فاش كتمشي شي بلاصه عاد تحس بلاصتك الانسان اللي ما تيكونش. مره اخرى ان شاء الله مرحبا بيوم، ربي يخليك ان شاء الله، ربي يخليك اختي. والله الا انا كبير هذا اللي عندي والله العظيم، والله العظيم انا اصلا جيت قلب كبير، جيت نيشان مع لطيفه، مع لطيفه مازال ما مشيت حتى لبلاصه، هو اختي جات عندي انا جات عندها انا المكناس، نمشي نشوف العائله ونشوف الرباط. انا طلعت عندها انا المكناس، سمعتها انا جات عندها نيشان. راكم عارفين كتسمعي اختك ولا العائله خوك راه كتجيب لها ما تحسي، والله اللي كتجيب لها ما تحسي صراحه. الله والحمد لله مي وصلتوا بخير على خير، الله يخليكم بزاف بزاف. انت مرحبا بك، انت لا ايوب، ايوب اخويا مرحبا بك، اجي عندنا فرنسا مرحبا بك. والله راك بحال خويا ميشيل، وفرة بحال سلوى ميشيل، والله العظيم يخليك. وتحية خويا جواد، تحية خويا جواد عزيز عزيز عليا نعيمة ونعيمه، ولي ست شي واحد يسمح ليا زيد ناجيه كلشي، اللي سمعت زيد شي واحد يسمح لي والله العظيم. انا بعدا صراحه ضاعت ليا كاملين، وكنحسو مع عائلتي، ما كنحسوش يعني عائلتي اختي راه عائلتي ما كاينش الفرق واحد والله العظيم. ها هي قالت لي ديك اختي هدى، اختي ما جات هي انا مرفعه. والله ماشي غير فلوس، ماشي الله يكبر بكم اختي، والله ما شاء الله سير ايوب زعما لا فامي ديالك والله العظيم. الحمد لله الحمد لله، ربي كيلقينا غير مع ناس احسن منا والله مالك الحمد، وهذا فضل عند الله. وخليك معنا شهر شهر في الطوب، هذا اليوم كاين الشتاء على خير نصوركم في الطوب، بغاو يخرجوا فوق الشتاء استقبلتهم احسن استقبال. الحمد لله راه الشتاء بغاو يزيدوا والله العظيم. وخليكم ان شاء الله باش نوريكم الطمانين تكون في غادي تكون، وتحياتي لكم. شنو اختي لطيفه؟ شوفي اختي شوفي طبس الخاوي مشي حشومه، انا جايه من الخارج ضربه مع شحال ضربه، وجيت المغرب وناكل وشوف طبس الخاوي. وانتم زعما عندكم المليات وعندكم الزيت، انا شوف خويا جابوا لي الاومليت ديالي كما كتشوفي. شوف ها انتم خويا انا كلشي
وشتيك معليش نسبوك انت اللي ولا الله ودي هاي هاي شوفي ويصال هاي ويصال شوفوا شوفوا ويصال وبصحه وراحه ويصال شوفي انا بارطاجي معاك كنديرو شمتينا الفطور ديالك شمتينا بغيتها شمتينا هذا الخبزات كما كتشوف الخبز شحال صغير شوفوا تبارك الله غزال سلوى شكرا انت شكون بحالك هيا فيك لوستك طلعت فيك شتينا ما تلقاش بهاد اللوسه هادي ياك اختي والله العظيم تبارك الله عليك غزاله طوب باقي حتى هي راه مضى انا اختك الله يكبر بكم والله بصراحه نعم اختي واخيرا اخيرا اختي واخيرا الحمد لله اخيرا ودابا خلينا نفطروا بصحه وراحه اهلا لا 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 انت عاودوا تسلموا لا لا خدك اختي الله يكبر بيك كيف غادي شويه الحمد لله صحه لاباس مزيان لاباس عليك فين ايوب فين اكوستيك فين شي خفيف شي مزيان لاباس الحمد لله يا زين حبيبي لاباس بخير دخلي اختي بقيتوا مزيانين لا خدك اختي الحمد لله دخلي لا لا خدك اختي شكرا لكم بزاف انت مزيان الحمد لله لا لا خدك تحيه للمتابعين ديالنا كما كتشوفوا هذه الدار ديال اختي لطيفه مرحبا مرحبا اختي مرحبا لا لا خدك شكرا لكم بزاف بحال جايه عند اختك والله ومره عاد جاوا مساكن هي اختي سلوى راه جاوا فرنسا انا عاد نقولكم شنو كاين نقولكم شنو كاين كيف كتشوف هذه الدواره ديال اختي عطاف على كتتواجد في مدينه مكناس تبارك الله الدواره غزاله غزاله ما شاء الله ودابا انا جيت عندهم من الدار نزلت عليهم الهجوم مرحبا مرحبا اختي لا ما تقولش لك لا بحال جايه بزاف لا اختي مرحبا بك الله انتما الله اختي اليوم شتا اليوم قولي لي نموت لك حداها اختي اليوم نموت لك حداها انتما خوتي بعد ما فطرنا اللهم لك الحمد فطرنا وكلينا وشبعنا نوريكم الدويره كي دايره غزاله 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 بزاف صراحه الله بعدا باش نجي عند اختي لطيفه بحال اللي جايه عند سلوى نيشان انت بحال بحال ما كاينش الفرق والله اختك اختي الله يكبر فيك بحال جايه عند سلوى الله يسهل عليك اختي شكرا لك بزاف ماشي هذا اختي كي دايره مزيان الحمد لله لاباس الحمد لله الحمد لله كلشي مزيان شنو برشي الشتا اليوم نموت لك حنا نموت 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 اليوم شنو الشتا اختي ايوا واش غادي هي حشمانه قالت لك ما تبانش تاتا بيش تاتا بيان بيان حشمانه باس بونجور ا بابا قولي لبابا قولي له باس بونجور ا بابا بونجور بابا قولي له بابا رجعلك قولي له هكا ديري له باي باي بونجور بابا قولي له توت لا فامي هي راه هي اسامه سلمي على بابا هي اسامه راه ما فوتيش بزاف بنتو مخنا عامين عامين بنتو عامين هي اسامه راه تشوفهم دايرين بحال خوت كيبانوا بحال خوت هي اسامه كيتشابوا تحشتي بابا ياسمين تحشتك في بيزو بابا جواد في بيزو بابا تحيه خويا جواد هيه هيه جواد خويا صراحه الله وكنسلم على راجلي بزاف من المغرب حتى لفرنسا سلام عزيز وكنسلم على با حتى هو ونسلم على عمامي وعائلات عمامي وولادهم كاملين اييه وعلى جواد وعلى جواد نعيمه وعلى جواد هي وعرفه وكلشي كلشي تحيه لهم كبيره فاش كلهم غادي يشوفوا الفيديو كاملين دابا العائله كلها غتشوف الفيديو سمحوا لي على سي تشوف المهم لا فامي يوسفي كاملين ولا فامي اهرام كاملين ولا فامي المرانين كاملين ومي ماشي لي ولا فامي بالمعروف حتى هما صافي حتى هما حتى هما راه فالمعروف احسن كتقولي لي كلشي باش ما كتزيد زعما واه بصح حتى بقيتي كتقولي تكري واحد بواحد راه شي واحد تبقى فيه العاد صح بصح ايوا لا خطاكم انتما خوتي الحمد لله بعد ما فطرنا وجينا هنا للدار كما كتشوفوا جينا هنايا جلسنا عند اختي لطيفه اليوم مسكينه قد عرضتنا الفطور ومسكينه تعرضت للغدا ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى الاجواء ديال الغدا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وصراحه الله فاش يكون فاش تكون العائله هكا والله الا كتجي واعره واعره بزاف انا هذا الفيديو هذا صراحه ما كنتش بغيت نصوره ولكن ما جات اختي بغيت نشارك معكم صراحه الاجواء ديال الفرحه ديالي مع اختي والله الا توحشها بزاف بزاف وكاع اي واحد اللي عنده عائلته على برا الله يجيبهم على خير واي واحد بعيد على عائلته يا ربي يسهل عليه وتجمع اللمه ان شاء الله يا ربي امين يا ربي امين الاخا واحد هاد الدنيا ياكي لا كسر دابا شفنا انا وياك العائله حدا الدنيا لا تيقول لك انا اختي دابا ممكن تجاوب انا ولا كتشاف الله يعلم ربي اللي يعلم اختي انا هي الكبيره وانا الصغيره قلت لها هي الكبيره وانا الصغيره انا الكبيره هي الكبيره وانا الصغيره ما بيناتناش بزاف ما بيناتنا 3 سنين ماشي بزاف يعني ماشي في فارق بزاف وني شافني قلنا انا الكبيره عليا لاخاطش انا بنت طويله وعامره وهي شويه قصيره لا انا قصيره عليك سلوى قصيره عليا شويه ولكن ايوا معليش كلشي مزيان الحمد لله انا كتفكر فاش كتلاقاو كتفكر بزاف ديال الذكريات يكون واعرين بزاف الصغر كيفاش داج داك السيد غير كيدوز الصباح غادي بسرعه ايوا بصح
ايه واش غنديروا الحمد لله كل واحد فين داتو الدنيا الحمد لله اللهم لك الحمد هذاك الشيء اللي كاين لطيفه ما عارفين هربات هربات وخلاتنا سمحات فينا لطيفه ما عارفين مشات انا ما عنديش مال هضره بزاف سدوا خير شوف الصوره العكس ديالي انا تماما ريا راه حشوميه وما عندهاش مع الكاميرا بزاف هي انا ما عنديش انا العكس اخوتي انا الكاميرا قالت لي كتسم قالت لي مطلقه مع الكاميرا كثر الولف كيفاش بغيت نقول لك كنقول لك الخبر انت ولفتي انا ولفت ولفت انا ما عنديش مع الكاميرا بزاف وانا تولفي تولفي نولف معاك انا نولفو معاك هكاك داكشي اللي كاين غنولفو معاك اه والله شدوا البصه ديال لطيفه بما جات لطيفه ما عارفين مشات مشات تجيب لك وقيله العصير ترحب بك زعما براني يعصر من العصر بالقهوه ها وعصر من العصر بالقهوه ايوا هذاك في القهوه هذا غتشربيه في الدار شي بحال بحال لا لا خطيكم الله يسهل عليكم الله يخليك اي واحد يا ربي هذاك الشيء اللي كاين لا لطيفة اختي شامتي كادو وي الحشومة عليك اختي ولا لا اختك اختي الله يكبر بيك شكرا واش الحية ماشي شي حاجة كبيرة لا لا ما تقولش لك هضره على الجبس وصافي وانتي مولات الخير اختي انتي راكي هذه جاب هذا الحسن واقسم لكم بالله العظيم والله يلا خواتاتك وصال وفرداوس شكرا لك بزاف 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 على حاجتك لطيفه اختي قبل لينا وصافي لا لا قبل طلب رجليكم اختي الله يخليك شكرا يخليك اسامه امين والله شنو كتاش معكم هادشي اللي كاين انا ما كتشفوش شنو انت يا والله لا نخبعوا ولا المستمعين ديالنا نوريهم شنو جات لي اختي لطيفه اي بصحه لا لا اختك اختي شكرا لك بزاف لا صافي يجيو كان جبتك لي مصاب لا لا ما تقولش هكا تحشم عليك انتما شوفوا شوفوا هذه الغوج تاع الفردوس هذه بيجامات الفردوس انتما خوتي شوفوا انتما الحمر لويس فيتون ديال الفردوس هاد جهه جهه وفي راسها ضعيفه انا اختي الصغيره ضعيفه وضيقه بلا هاد جهه هاد البيجاما في الكورونا هو هاد اللون عجبني هاد اللون والله هاد اللون واعر غزال ما شاء الله مشات تعجبها ان شاء الله لا غزاله خاص السروال ديالها كما كتشوفوا غنديوها لها ان شاء الله تقيس تشوف اي نديوها لهم ان شاء الله بالصحه والراحه هبط انا ويصل هنايا راه مسا كتحشم كتبغيش تبان جات لوانا وحنا نجموع ليها هنا مازال كاع ما شتا واحد مازال ما شتي والو جات عندي لهنايا ان شاء الله عاد نطلعوا نشوفوا العاد بصت عليا انا هنا هذه جبتها للويصال هذه الويصال هذا اللوين واو هذا واعر هذا اللون هذا بحال لون كشير تيقولوا كشير حنا في المغرب تيقولوا كشير اش كتقولوا نتوما ديك غوز بيبي غوز بيبي غوز بيبي هذا غوز كشير حنت نقولوا غوز كشير هذا تصور كيعجبني هذا اللون هذا انيق انيق بزاف هذا اللون هذا شكرا لك لطيفه اختي بصحه اختي بصحه الله يكبر بك اختي شكرا لك بزاف بصحه ها نتوما استاهل اختي هذه ديالك هذه انا هذه ديالك انت ديال هذا البرد وهذا الشتاء واعر واعر بزاف شكرا لك عجبتك ان شاء الله لا لا ما تقولش لك هضره والله العظيم شكرا عجبني هذا اللون هذا الفيولي واعر صحيح وصحيح الحمد لله تاتو زوين غليظ ما جاتش البرد نيت واعر تبدا اصلا واخا ولا تعجبني هاد اللون بزاف اقسم لكم بالله هاد اللون زوين هاد الباس تبعد هادشي لا لا ضروري كتبقى تلبسيه وبقى تفكريني ضروري شكرا لك بزاف الله ينورك حتى الصحه ديالك الصحه الله ينورك شتي السوال ديالها كي داير زوين شتي السوال من تحت انتوما ها انتوما شوفوا واعرين واعرين بزاف لا وسخان تراشي بحالهم انا وانا وسكينه راه سخان سخوني زبيبني عرفتي لبستهم سخانين بزاف وتبارك الله عليك اختي وشكرا لكم بزاف والله الا الله ينورك كما بغيت انا جات وصافي لا تقدر لك والله الا شي حاجه فكرك غير بمسكه ها ها والله الا فك كم كما قلت لي صحه وصحه شكرا لكم اختي وخليكم معنا اخوتي وهاتوا معنا نتغداو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شكرا ودابا البنات كما كتشوفوا بعد ما فطرنا الحمد لله رجعت عندهم الصباح تلاقينا في القهوه ومشينا للدار مسكينه عطاتني كادو اختي لطيفه كنشكرها بزاف على الكادو ديالها وكنقدم لهم تحيه كبيره لعائله يوسفي عائله كامله فيما كانوا داخل الوطن ولا خارج الوطن وتحيه للمصوره ديالي تحيه ليها كبيره كبيره بزاف هذه بنت دوس سلوى ماشي اختي مي اختي ناجيه كنقدم لها تحيه كبيره بزاف بزاف ولي نسيت تسمح ليا تسمح لي بزاف اليوم كما كتشوفوا راه هاد كطافيش جينا نتغداو فيها يعني راه ماشي اول مره غنصور فيها راك ما عارفين تبارك الله القهوه كيفاش دايره ماشي مره ماشي جوج جيت مع الحاج وخالتي فاطمه جينا لهنا لهاد القهوه هذه وداكشي باش هما قالك بغاو ياكلوا الحوت انا قلت لهم واحد القهوه زويونه
فيها الحوت زوين ويلا هون نوريها لكم. وجاو لهنا الكطافيش هي ديجا خسرتها فاش جات لهنا مع راجلها. اه جيت لها وين غير شفتها قالت لك راني القواج فايت اللي جيت ليها. كنت واكلت زيت لا سوب تاع لا سوب واعره عندهم لا سوب زوينه. اه عندهم لا سوب واعره بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه لي بخير راني بخير زعما غير زونا داكشي وين الماكله عندهم تبارك الله واعره. راه ماشي اي شهر خوتي راه حيت انا حاجه كتعجبني داكشي واش كنشاركها معكم. سلوى زعما تبي حتى اختي ايوا سلوى خدام الكاميرا كتثبت. سلوى كيعجبها مور الكاميرا كتولي وحده اخرى. اش كنولي وحده اخرى سلوى حدا لطيفه لا اخرى لطيفه وصافي بارك كيعجبها سلوى الحوت كلشي كيعجبها سبحان الله وزيدي ما كاينش حتى شي يدير غير السوشي ما كنبغيش السوشي على صراحه والله السوشي حتى يوم البنت كاينه واخا كتبقى والله الا انا صراحه الله انا ما عمرني دقت لي سوشي ما عمرني حتى شي جيتو شيتو انا منين وشتي كتبغي السوشي بالزاف انت هو دابا دقت السوشي دقت السوشي على بحالك انا صراحه هاد السوشي عمرني دقتو ما عرفتش شي فكره عليك غيكون ما كيبانوا لي كيديروا خلاص الحوت خضر فيه واقيلا مع الروز وداك الشيء لافوكا لافوكا كانوا قالوها خضره ولكن الحوت خضر ما عمرنا صراحه ذقناه هو مرض حنا ما ذقناش ذقوها اختي حتى راح نرفعوا عليها المهم اختي حنا نجيو ان شاء الله تجي عندنا الراجل السربايه باش السربايه ولا السربايه حنا تنقولوا السربايه خوتي في المغرب تنقولوا السربايه اجي نشوف شنو نطلبوا سلواتي شنو باغا غادي نشوفوا مازال صار مازال حرت مازال حالي المهم ان شاء الله غادي نشوفوا المهم غادي نخليهم شنو غادي يختاروا ان شاء الله اختي زويت ما تقيتي لي زويت خمتي زويت ما عرفتش انا واش كاينين ها هما ولكن مالحين صح انا شوف انا نجيك صراحه انا عندك لي زويت وهاد طيب السوشي هادو كتبغيهم عمرني دقتهم عمرني والله الا عمرني دقتهم صراحه الله ولا جابوهم غادي نذوقوا معاهم ضروري عندهم بايلا عندهم بيتزا عندهم بانيني برجر ليبات كلشي لي فريتور وبلانشا كلشي كلشي والحاج كان كيجي هنا مع خاتي فاطمة هو كيطلب البلانشا خاتي كطلب الفريتور هو شي كيعجبهم الصراحة الله ولكن حنا ما كنطلبوش حنا ما كناكلوش الحوت كنطلبو غير بيتزا ولا نطلبو هذيك تاد بيلبيل زوينة هاد بيلبيل هادي كرافيت فوسط مطيشة هاوي عطيك فيها غزالة 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 نو ديجا ديتها ديجا اللي كعجبتني وعاودت جبتها ان شاء الله برد الروح اختي زوينة خطيرة ولكن نخسم شنو خسم من بعد؟ تجي تدخلي شي لحظة تمشي كاش كوك لينين هادو راه كيحماق عليهم ايوب هادو لينين واش يدير فيهم ايوب صح وعلى رقبتي كيدير حماق عليهم كيجي هنا كيطلب لينين دايما 10 دراهم الوحده كيطلب هو دايما لينين دايما شكرا او طاجين اختي هاتي هاتي واحد دورينا واعر واعر تبارك الله الطاجين فيه الكالامار فيه الكرافات وخلاو الحوت فوق على كلشي في كلشي ميكس ياك بايلا بانكا زبينه تبارك الله صحتك وراحتك اختي لطيفه يعطيك الصحه اختي شكرا وهذا بايلا نسلوا شكرا ضروري غدوك ضروري غدوك نجيبو بايلا صحه وراحه سلوى شكرا لكم وراحتكم مصبوحه تبلوا ولا عفوكم بالرنين شتي تبلوا ولا زوين الديكور شتي زوين يعطيك الصحه شكرا شكرا نواف اختي بارك الله شكرا لكم نتوما غادي نبقاونا نشهيو في الناس مساكن مساكن اللي سمحوا لنا سمحوا لنا اللي كتوحم الله يلاه يسلمنا مساكن سمحوا لنا بزاف وراحتكم وهذه كان هديها للمشاهدين قناة البهجة قناة البهجة شكرا لك لطيفة أطلع القلب الكبيرة ربي يخليك والله العظيم ربي يخليك أختي ما عرفكش تصرف ولا يعرفك تصرف ربي يخليك أوف أختي آمين شكرا لك
بيتات كما كتشوفوا ديال الفروي دماغ هذا ديالي لا فروي دماغ ديال اختي هدى وهذا ديال فردوس وزونه غير فرماج وهذا ديالي انا الطون راه نوعنا ديال البطون وديال بنت اختي لطيفه لينا ديال البولي دجاج بصحه وراحه وهذا هو بطون السكينه زوين ومسطك السكينه يعطيك الصحه شكرا مزيان ما شاء الله اخوتي كما كتشوفوا بعد ما كلينا اللهم لك الحمد شبعنا كاين البيضه كاين البيتا ديالي جات واعره ديال الطون واعره كيديروها ناشفه ما كتجيش مزيته بزاف هاد الطبع الحار اللي الصراحه والله عجبتني كذلك اختي لطيفه انا شبعت كلهم كلاو بالضبط شبعنا والله انا بعدا صراحه الله الا زعما هذا هو المحل ديالي دابا ولا مو هذا هو المحل محل هذا هو الريستوران اللي عندي دابا انا كنبغي ناكل حوت قديمه اللي الله والله الا فالاكل زوينه ماكله نقيه وكتبقى داكشي بحال كطيبي في الدار صراحه والله نقيه بصح وتا البيتزا تعمروهم تبارك الله كيديروهم واعرين واعرين حتى لهنا خوتي كنطلبكم بالسلامه عليكم وكنقول لكم شكرا على التبع ديالكم ونخلي كلمه اختي سلوى اختي لطيفه شكرا بزاف وبالسلامه عليكم وتهلاو في راسكم شي فوا ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله انا كنقول لكم بالسلامه وكنسلم على جميع المتتبعين قناه البهجه فيما كانوا وعقبال الفيديو اخر ان شاء الله مع وفاء ان شاء الله ان شاء الله خليناكم على خير وشكرا لكم اخواتي تهلاو في راسكم باي باي.